مرحباً اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة في برنامج تعلم اللغة الصينية كل يوم 25 دقيقة نتعلم فيهم حاجة جديدة معاكم النهاردة ياسمين الديب وزي ما تعودنا ان احنا بنراجع على كل المقاطع الصوتية اللي خدناها عشان نتمكن منها ونقدر نتكلم بيها ونتقنها بشكل كويس في الحلقة اللي فاتت قدرنا ان احنا نراجع بشكل مكثف على بو فو مو فو وقدرنا برضو ان احنا ناخد الكلمات اللي درسناها في مدار الحلقات اللي فاتت النهاردة هناخد جروب جديد من المقاطع السكنة اللي هي البدايات اللي هم دي تي ان ال د ت ن د والنهاردة هنبدأ بحرف الد اللي هو الدي يلا بينا نشوف مع بعض هنبدا مع بعض بدراسه المقطع اللي هو الدي وزي ما قلنا عندنا د ن ل نفس حركه الفك او حركه البق بتكون أحلى ولكن بيكون في اختلاف ده بيطلع فيه هواء ده ما بيطلعش فيه هواء وهكذا هنبدا النهارده ان احنا نتكلم بالتفصيل عن الحرف او المقطع الساكن اللي هو البدايه حرف الدي دلوقتي هناخد نشوف المقاطع اللي ممكن تيجي مع حرف الدي من المقاطع المتحركة اللي هي النهايات. أول مقطع هيجي معايا من المقاطع المتحركة مع حرف الدي أو المقطع دي من المقاطع المتحركة اللي هو الإيه. نفتكر مع بعض الإيه بيتنطق أ آ يبقى عندي دلوقتي دي إيه مع بعض تتنطق دا دا هنلاحظ إن حرف الدي ما فيهوش أي صعوبة في النطق ولكن لازم اخلي بالي ان الدي تاخد حقها في النطق يعني ايه علشان بعد كده هيكون في مقاطع ممكن نتلخبط ما بينها شويه وما بين حرف الدي فنخلي بالنا ان حرف الدي يكون زي الدي عادي بتاع الانجليش فبالتالي لما نيجي نطبق على الدي اي مع بعض هتكون دا. نطبق عليها بالاربع نغمات اول نغمه هتكون تع. تا. تاني نغمه تع. تا. النغمه الثالثه دع. اما النغمه الرابعه تع. بعد كده هنشوف مع بعض المقطع التاني اللي هيجي مع حرف الدي هيكون عندنا الاي -E. الاي -E بيتنطق وهو من المقاطع المتحركة المفردة اللي هي أساسية لما نيجي ننطقه مع حرف الدي هيتنطق دو دو فبالتالي الدو اللي هي دي اي -E هو نفس نطق المقطع دي لوحده فلما حد يقولي لي اعرف ان هي بتتكتب كابينين بتتكتب دي اي نطبق عليهم بالاربع نغمات اول نغمه د د النغمه التانية د د والثالثه د د والرابعه د د نشوف بعد كده المقطع اللي هيجي مع حرف الدي وهو الآي الآي بتنطق إي إي وقلنا نبتسم واحنا بننطق حرف الآي هيكون عندنا دلوقتي دي آي تتنطق دي 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 يبقى دي آي ما ننساش إنها بتتنطق دي دي بالنغمة الأولى دي دي والنغمة الثانية دي دي والثالثة دي دي والنغمة الرابعة دي دي دلوقتي هنشوف مع بعض ان المقطع اللي بعده هيكون عندنا اليو اليو بتنطق وو 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 فبالتالي مع دي هيبقى دو 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 بالنغمة الأولى هيكون دو دو نغمة تانية دو دو أما النغمة الثالثة دو دو والنغمة الرابعة هتكون تو تو يا ترى ايه المقطع اللي ممكن يجي مع دي تاني؟ الـ AI الـ AI بتتنطق اي 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 فبالتالي لما تتحط مع المقطع الساكن اللي هو البداية دي هتبقى داي 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 بالنغمة الأولى هتكون داي داي والنغمة الثانية داي داي والثالثة داي داي والرابعة داي داي بيجي برضو الدي مع مقطع اللي هو الاي اي والاي اي لو نفتكر مع بعض بيتنطق اي أي أي طيب ننطقه دلوقتي مع المقطع دي، هيكون داي 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 بالنغمة الأولى هيبقى داي داي، بالتانية داي داي، والتالتة داي داي، أما بالنغمة الرابعة هيكون داي داي. ولازم نحاول نفرق من المقطع اي اي و اي ال الاي اي بيتنطق اي اي فبالتالي لما يتحط مع المقطع الساكن دي هتبقى داي داي اما الاي اي بيتنطق اي اي فبالتالي لما يتحط مع المقطع الساكن دي هيبقى داي داي وده فرق كبير جدا ما بينهم وكتير من الناس بيتلخبطوا فلازم نخلي بالنا نيجي بعد كده للمقطع اللي ممكن يجي مع دي وهو A O الاي او بيتنطق او 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 لما نيجي نحطه مع دي هيكون ضو 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 بالاربع نغمات النغمه الاولى هتبقى ضو ضو والتانيه ضو ضو والتالته ضو ضو والرابعه ضو نشوف بعد كده المقطع اللي بعده هو الأو يو مقطع الأو يو بيتنطق أو أو الأو يو بيتنطق أو أو لما نيجي نحطه مع البداية اللي هو المقطع الساكن دي هيتنطق دو 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 بالنغمة الأولى هتبقى دو دو, دو. تانية دو ضاو بالنغمه الثالثه ضاو <ضح الان> ضاو بالنغمه الرابعه بو <ضح <certains> <desse Purria> نشوف مع بعض المقطع اللي بعد وهو الـAN ان انا هنطق الـAN ان وتحاولوا تخمنوا معايا الـDAN هتتنطق ازاي الاي ان بتتنطق ان 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 an فبالتالي مع الدي هتتنطق مظبوط دان دان بالاربع نغمات الدي إيه ان هتتنطق دان دان اما النغمه الثانيه دان دان والنغمه الثالثه دان دان والنغمه الرابعه دان دان المقطع اللي بعده هو الاي ان e الاي ان e بيتنطق ان لما نيجي نركبه مع المقطع الدي هيكون دن دن بالنغمة الأولى دن دن النغمة الثانية دن دن أما النغمة الثالثة دن دن والنغمة الرابعة دن دن بعد كده هنيجي عندنا المقاطع الأنفية، المقاطع الأنفية لو نفتكر اللي هي بيبقى فيها سنة خنفان اللي هو كان أن 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 المقطع الساكن دي بيجي مع التلاتة وأول واحد هناخده دلوقتي هو الـ إن جي اللي هو أن 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 بالتالي مع المقطع الساكن دي هيبقى دان دان نغمة أولى دان نغمة تانية دان نغمة تالتة دااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا والنغمة الرابعة طان طان نيجي بعد كده للاي ان ال جي الاي ان جي برضو من المقاطع الأنفية فلازم أخنف شوية وانا بنطقه اللي هو ان أل، ان ان بالتالي مع دي هيكون دن 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 نغمة أولى نغمة تانية دون. النغمة الثالثة د والنغمة الرابعة دون آخر مقطع أنفي معانا وهو الـ أو إن جي الـ أو إن كان بيتنطق أون أون مع دي هيبقى مظبوط هيبقى دون دون يبقى الدي مع الـ أو إن هتبقى دون دون بالنغمة الأولى هيبقى تون تون والنغمة الثانية دون دون والنغمة الثالثة دون دون والنغمة الرابعة دون ترى بيجي مع ايه تاني من المقاطع المتحركة الاي اي او الاي اي او كان بيتنطق ياو, ياو مع دي هيبقى ديو 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 بالنغمة الاولى ديو التانية ضيعوا التالتة ضيعوا والرابعة ضيعوا بعد كده عندنا المقطع اللي هو الاي اي الاي اي بيتنطق ي ي مع دي هيكون دي اي دي اي دي اي نغمة أولى دي تانية دي تالتة دي والرابعه دي عندنا بعد كده الاي يو يو لو نفتكر كان بيتنطق زي مظبوط زي اليو في اللغه الانجليزيه اللي هي انت يو 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 ولكن بنخطفها بسلاسه كده يبقى الاي يو بتتنطق يو مع الدي هتبقى ديو ديو يبقى ديو بالنغمه الاولى ديو بالنغمة التانية ديو وبالنغمة التالتة ديو والنغمة الرابعة ديو بعد كده عندنا الاي اي ان الاي اي ان كان بيتنطق يان يان يان, يان لما يجي ال يان المقطع المتحرك يتحط مع المقطع الساكن دي هتبقى ديان ديان بالنغمة الأولى ديان ديان والنغمة الثانية ديان ديان والنغمة الثالثة ديان والرابعة ديان ديان لو لاحظنا هنلاقي كلمة دي آي اي ان في النغمة الرابعة ممكن نطقها يختلف شوية فتبقى ديان ديان مش ديان فتبقى ديان ديان المقطع اللي بعده اللي هو الاي ان جي الاي ان بيتنطق ين ين ولازم نفرقه كويس قوي عن الاي ان الاي ان بتتنطق ين ولكن ما بيجيش مع الدي اللي بيجي مع الدي الاي ان جي بتتنطق ين ين مع الدي هتبقى دين 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 نغمه اولى دين نغمه ثانيه دين نغمه ثالثه دين والنغمة الرابعة تين المقطع اللي بعده وهو اليو او اليو او بيتنطق وو وو و يبقى مع الدي هتتنطق دو دو دو, دو نخلي بالنا ان المقاطع اللي فاتت اللي درسناها اللي هي بو بو مو فو لما بسمع النطق بتاع مو بيكون حرف الاو ومش بيكون المقطع يو او فبالتالي البو بو مو فو لما بسمع النطق ده بعرف ان هو بيتكتب بالاو مش باليو او ولكن في الدو نو دو لما بسمع حد بيقول لي دو دو زي المقطع اللي معانا دلوقتي بيتكتب دي يو او ما بتجيش مع الدي او بس بتيجي دي يو او دي او لا المقطع اللي بعده هيكون اليو اي اليو اي بيتنطق واي 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 مع الدي هيكون دواي دواي نغمة أولى دواي نغمة تانية دواي نغمة تالتة دواي والنغمة الرابعة دواي بعد كده عندنا اليو اي ان اليو ان بتتنطق وان 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 ولازم اتك قوي على الان تيجي مع حرف الدي تبقى دوان 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 نغمة أولى دوان نغمة تانية دوان والنغمة التالتة دوان والنغمة الرابعة دوان المقطع اللي عندنا دلوقتي والاخير اللي بيجي مع حرف الدي او المقطع الساكن دي اللي هو اليو ان واليو ان بيتنطق ون 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 لما يجي يتركب مع المقطع الساكن الدي هيكون دون 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 يبقى نغمه اولى دون دون والنغمه الثانيه دون دون والثالثه دواء دواء والنغمة الرابعة دون دون وبكده نكون شفنا كل المقاطع المتحركة اللي بتيجي مع المقطع الساكن اللي هو بداية دي. تعالوا مع بعض على الشاشة نطبق على الكلمات. تعالوا دلوقتي نطبق بالكلمات اللي فيها المقطع دي اول كلمه معايا هي طع طع هي مش بمعنى فيل ولكن هي بمعنى كبير حاجه كبيره فممكن حد كبير في السن بس مش دايما نستخدم فيها كلمه طع لما بتبقى حاجه كبيره عندي بنوصفها بكلمه طع بعد كده نشوف عندنا كلمه طع طع بمعنى يضرب او يطرق الباب او يدق كل الكلام ده بمعنى طع طع فأي فعل في حركة الضرب بيبقى نستخدم معاها الفعل تع تع بعد كده عندنا كلمة دي دي ودي بمعنى الأخ الصغير فإحنا وإحنا بنتكلم عادي وعايز أقول أخويا الصغير مش بقول بس كلمة دي لوحدها بقول تي دي دي. دي دي بكرر الرمز أو المقطع مرتين ورا بعض دي أو دي 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 فبالتالي حرف دي اي هيتكرر معايا مرتين ورا بعض نغمه رابعه رابعه او نغمه رابعه ساكنه فيبقى الكلمه الثانيه الثالثه اللي عندنا هي دي او تي دي دي الاخ الصغير الكلمه اللي عندنا بعد كده اللي اسمها طاو طاو نغمه اولى بمعنى السكين وبالتالي الرمز ده لما بشوفه في حاجات كتير جدا بيدل على ان حد بيقطع حاجه أو بمعنى السكينة الرمز اللي عندنا بعد كده هو كلمة طون طون طون, طون بمعنى الشرق بنستخدمها في رموز تانية كتير وفي كلمات مختلفة بعد كده عندنا ديو ديو ده فعل بستخدمه لما بقى أفكت شيء عندي أو مثلا موبايلي ضاع بنستخدم فيه الفعل اللي هو ديو ديو يبقى ديو فعل بمعنى فقدان الشيء أو إن أنا أخسر حاجة عندنا برضو فعل تاني في النطق بتاع الدي اللي هو دو دو وده فعل بمعنى يقرأ فعل بمعنى يقرأ عندنا كذا فعل بمعنى يقرأ ولكن دو دايما بنستخدمها للقراءة بهدف الدراسة اخر كلمه معانا وهي كلمه دواي دواي وبمعنى كلمه صحيح كلمه دواي دايما بنستخدمها مع الصينيين لما نيجي نقول لحد صح يبقى بنستخدم كلمه دواي 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 نطقها سهل وبسيط ممكن تستخدمها مع مامتك وباباك في البيت دلوقتي يبقى كلمه صح يعني دواي دواي معانا اخر كلمه وهي دو دو كلمة دون بمعنى يفهم أو يدرك الشيء دون دون وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا ولكن قبل ما ننهي الحلقة هنحل مع بعض التدريبات وده عشان نتأكد ان احنا أتقنا المقطع الساكن دو على قد ما نقدر نبدا دلوقتي مع بعض في اول مقطع هنحله مع بعض وان انا هسمع المقطع الصوتي اللي انا هنطقه دلوقتي ولكن لازم اتاكد انا هقول انهي نغمه فالنغمه اللي انا هقولها هسيب لكم ثانيه علشان تحلوها ورايا اول مقطع عندنا اللي هو دي يو اي ودرسناه مع بعض انه بيتنطق دوي دوي نفس الكلمه اللي احنا واخدينها اللي هي بمعنى كلمه صحيح انا هنطق دلوقتي النغمه وانتوا تقولوا انهي نغمه اول حاجه هقولها تو اي مظبوط هتكون عندي نغمه ثالثه نيجي بعد كده للنغمه اللي المقطع اللي بعدي اللي هو ديو ديو درسنا برضو المقطع اللي هو ديو وخدنا عليه كلمه اللي هو الفعل بمعنى حد يفقد شيء او يخسره هنقول بالنغمه هتكون ديو ديو مظبوط نغمه تانية المقطع اللي بعده تون تون هيقولوا بالنغمه تون تون هيكون عندي ده نغمه اولى نشوف المقطع اللي بعديه وهو الدي اي الدي اي بتنطق دي دي هنقوله بالنغمه هتكون دي دي مظبوط هتكون نغمه رابعه شوفوا بعد كده المقطع اللي بعده وهو الدي اي الدي اي اللي هو دو دو هقوله دلوقتي بالنغمه هيتنطق معايا دو دو مظبوط هتكون نغمه اولى المقطع اللي بعده وهو الدي اي ان بتنطق دن دن لما اجي انطقه بالنغمه اللي انا عايزاها هتكون دن دن مظبوط نغمة رابعة المقطع السابع دان طان هقول دلوقتي دان دان هتبقى عندي نغمة تانية المقطع الثامن دان دان هقوله دلوقتي بالنغمة تان تان نغمة أولى المقطع التاسع وهو دون دلوقتي مع بعض هيكون دون هتكون نغمة تالتة لأن أنا نزلت وطلعت في النطق نشوف بعد كده مع بعض التدريب التاني التدريب التاني إن أنا هسمع المقطع وهختار أنهي واحد هو الصح وفقا للنغمة نبدا دلوقتي مع اول واحد معانا وهو دي دي يا ترى هختار الاولاني ولا التاني مظبوط هنختار المقطع التاني نشوف مع بعض تاني تدريب وهو عندنا دو ودو انا هقول دلوقتي النغمه وانتوا تختاروا الصح اول حاجه هتبقى دو دو مظبوط المقطع الاولاني لان انا نطقته بالنغمه الثالثه ونزلت وطلعت ثالث واحد دان يا ترى هيكون عندي هو الاولاني ولا الثاني هيكون الاولاني وده لان انا نطقته بالنغمه الثالثه زي اللي فاتت ونزلت وطلعت رابع واحد هيكون عندي دع دع، يا ترى هيكون الأول ولا التاني؟ هيكون عندي هو التاني، لإن أنا نزلت فيها مرة واحدة وبشدة. دع دع نشوف خامس واحد، دو دو، مظبوط هيكون هو أول واحد، سادس واحد، هيكون عندي تو تو مظبوط هيكون هو تاني واحد لان انا نزلت فيها نغمه رابعه بشكل جديد وحده سابع مقطع عندي هنقوله هو ديو ديو مظبوط هيكون التاني رقم 8 واخر مقطع واخر تدريب هناخده مع بعض هو اول واحد وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا مع بعض النهاردة وقدرنا ان احنا نطبق ونراجع بشكل مكثف على المقطع ده اللي هو الدي واخدنا الكلمات اللي فيها المقطع دي اشوفكم في الحلقة الجاية ان شاء الله ساعتين